معركة من أشد المعارك التي واجهها المسلمون. بين جيش المسلمين من جهة والروم والغساسنة من جهة أخرى. وكانت أول معركة خارج الجزيرة العربية. وهي غزوة وقعت في بلدة مؤتة في محافظة الكرك في الأردن من العام 8 للهجرة. وكانت أول معركة يشارك فيها خالد بن الوليد بجانب المسلمين. غزوة مؤتة. بعد هزيمة قريش وحلفاؤها في غزوة الأحزاب، عقد النبي صلح الحديبية مع قريش، وأرسل النبي رسائل إلى الملوك والرؤساء في البلاد المجاورة يدعوهم فيها إلى الإسلام. وكان من ضمن الذين أرسل إليهم رسالة ملك بصرى، فحمل رسالة النبي الصحابي الحارث بن عمير الأزدي، فاعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني والي البلقان الواقع تحت الحماية الرومانية، وأوثقه وضرب عنقه. وقد كان من المتعارف عليه بين الملوك وزعماء القبائل أن الرسل لا تقتل ولا يجوز لأحد أن يعترض لهم، لأنهم يحملون مجرد رسائل من أقوامهم. وقد مثل قتل الحارث بن عمرو الأزدي انتهاكا كبيرا لهذا العرف، وكان هذا بمثابة إعلان الحرب على المسلمين. واشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حينما نقلت إليه الأخبار، فجهز جيشا قوامه 3000 مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع مثله قبل ذلك إلا في غزوة الخندق. ولفظ غزوة يطلق على أي قتال لكفار قاده الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه أو بجيش من قبله ولو لم يشارك فيه. ففي غزوة مؤتة لم يشارك النبي في أحداثها، ولكن الأمر انطلق منه تحت إشرافه مباشرة. وقد وضح الحافظ ابن حجر في شرح كتاب المغازي في صحيح البخاري، المراد بالمغازي هنا ما وقع من قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكفار لنفسه أو بجيش من قبله. وتعتبر غزوة مؤتة أول غزوة يخوضها المسلمون خارج حدود الجزيرة العربية، وصمد فيها 3000 مقاتل أمام 240 من الروم والقبائل العربية كالغساسنة الحليفة لهم لمدة 6 أيام كاملة. وأمر النبي على هذه البعثة زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. وقال لهم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. وقد خرجت نساء المسلمين لتوديع أزواجهن وهن يقولن: ردكم الله إلينا صابرين. فرد عبد الله بن رواحة وقال: أما أنا فلا ردني الله. عند مدينة معان في الأردن توقف المسلمون، وكان عددهم 3000، وعدد الغساسنة والروم 240,000. وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل
تحضر من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبما يزيد عن 100,000. لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم الذي بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة. وهل يهجم جيش صغير قوامه 3,000 مقاتل فحسب على جيش كبير قوامه 240,000؟ حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا: نكتب إلى رسول الله فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة. وبدأ المسلمون الهجوم بقيادة زيد بن حارثة، وكان ذلك بعد صلاة الفجر، وكان اليوم الأول هجوما قويا في صالح المسلمين، لأن الروم والغساسنة لم يتوقعوا من جيش صغير البدء بالهجوم. وفي اليوم الثاني بادر المسلمون أيضا بالهجوم، وكان من صالح المسلمين، وقتل الكثير من الروم وحلفائهم. أما في اليوم الثالث فقد بادر الروم بالهجوم، وكان أصعب وأقوى الأيام، واستمر القتال المرير، 3,000 رجل يواجهون 240,000 مقاتل. وأخذ الراية زيد بن حارثة وجعل يقاتل بضراوة بالغة، فلم يزل يقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا. وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه فلم يزل رافعا إياها حتى قتل. ولما قتل جعفر بعد أن قاتل بمثل هذه الضراوة والبسالة، أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذها من يده فانتهس منها نهسة، ثم ألقاها من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. وتقدم الرجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أقرم، فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد. فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا. فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى يفتح الله عليهم. فلما أصبح اليوم التالي اعتمد خالد بن الوليد في خطته على الحرب النفسية، حيث أمر عددا من الفرسان بإثارة الغبار خلف الجيش وأن تعلو أصواتهم بالتكبير والتهليل، وقام كذلك بتبديل الرايات
وغير أوضاع الجيش وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقة وميمنته ميسرة وهكذا دواليك. فلما رآهم الروم أنكروا حالهم وقالوا جاءهم المدد، فرعبوا. وسار خالد بعد ذلك وتراءى الجيشان وهجم على الروم وقاتلهم، ثم أمر خالد بانسحاب الجيش بطريقة منظمة، وأخذ يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء، ولم يتبعوا خالدا في انسحابه، لأن خالد انسحب بشكل منظم الذي جعل الروم يتوهمون أن هناك مكيدة، لأن الجيوش بالعادة عند انسحابها تهرب هربا، أما جيش المسلمين كان انسحابهم منظما وكأن انسحابه وراءه الخداع والاستدراج. فانحاز الرومان إلى بلادهم ولم يفكروا في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.